بلغنا يا مستمعين إننا عندنا لقاء يومي مع الدكتورة لميس جابر على الراديو 90-90 ورمضان في المحروسة كل يوم. كل يوم في رمضان وانتم طيبين. أعزائي المستمعين مساء الخير. النهاردة الحلقة الرابعة اللي بتكلم فيها على تاريخنا وعلى فترة عائلة محمد علي، وخاصة ركزت في الثلاث حلقات اللي فاتوا على الخديوي إسماعيل. الحقيقة بغض النظر عن المسلسل أو خلافه، ومع احترامي الشديد لكل العاملين فيه، لأن في ناس تعبت وفي ناس عملت مجهود، إنما أنا وجهة نظري إنه مفيش حاجة اسمها قصة مستوحاة من التاريخ. التاريخ طالما بأسمائه باسم الخديوي إسماعيل، يبقى ما ينفعش أألف حاجات مهاترات كده على الخديوي إسماعيل وأقول إن هو ده الخديوي إسماعيل. لما طفل صغير عنده 12-13 سنة يتفرج وتثبت في دماغه صورة هذا الشيء اللي اسمه الخديوي إسماعيل في المسلسل، تبقى كارثة الحقيقة، وتاريخنا بيتدمر وفي الآخر نقول الهوية ومش الهوية وما بننتميش لمصر والكلام ده. حكامنا كلهم، مفيش حاجة اسمها حاكم غريب وحاكم قريب، كل من خدم مصر هو حاكم مصري وعمل لمصر أشياء لابد أن تحترم. شوفوا الإنجليز بيعملوا إيه على الملوك بتوعهم، والملكة إليزابيث دي بتعمل لها أفلام شكلها إيه، والأمراء القدام بتعملهم، حتى الملوك الإنجليز والفرنسيين بتوع الحملات الصليبية بيفخموهم إزاي، وإحنا نمرمط بتاريخنا الأرض. هذا شيء يعني يحزن. من ضمن الحاجات الغريبة، يعني أنا والله النهاردة كنت بفكر، طب أنا لو جبت قصة روميو وجولييت بتاعة شكسبير، لو اقتبست منها قصة مستوحاة، أعمل ولد وبنت بيحبوا بعض وعيلتين بيتخانقوا وبتاع، والولد والبنت بيموتوا في الآخر، دي تبقى قصة مستوحاة من روميو وجولييت. إنما لو جبت الولد اسمه روميو والبنت اسمها جولييت، لازم أقول إن ده شكسبير، وإلا أبقى حرامي وأبقى مخرب وأبقى بدمر الدنيا. أنا حقيقة ما كنتش عايز أتكلم في الموضوع ده، بس المسألة بقت مستفزة جدا. بمناسبة الحاجات اللي بتحصل وبتتشاف دي كل يوم، حب أقول لكم على والدة الخديوي إسماعيل، اللي هي الوالدة باشا أو خشيار هانم. أولا، خشيار هانم عمرها ما دخلت قصر عابدين نهائيا، هي كانت مقيمة، وكان ده قصر الحريم اللي هو القصر العالي اللي قلت لكم انه كان بتاع ابراهيم باشا وورثه احمد باشا رفعت، وبعدين ورثه اسماعيل وجدد فيه ووضبه. فكانت الوالده هانم الوالده باشا موجوده على طول في القصر العالي، وكانت محترمه من ابنها الى درجه لا تتخيلوها. يعني اللي يقرا في فرح الانجال لما جوز ولاده الثلاثه وبنته فاطمة إسماعيل سنة 1873، يتقال بقى وقد ذهبت الوالدة باشا خشيار هانم من القصر العالي إلى قصر ولي العهد توفيق، كان مقيم من سن 16-17 سنة، كان مقيم في قصر القبة، وقصر القبة كان مكان إقامة ولي العهد. ده برضو اللي بنيه كان إبراهيم، كان بني قصر صغير، واللي كمله وضبه بالشكل الحالي ده الخديوي إسماعيل. ومسألة إنها تبقى جوه سرايا عابدين وتتخانق وتطرد والكلام ده، الحقيقة شيء يزعل. المهم أقول لكم على حاجة عملتها الوالدة باشا اللي هي خشيار هانم. سنة 1864 تقريبا ميلادية، 1286 هجرية، كان انتوا عارفين القلعة
في جامع السلطان حسن وجنبيه جامع الرفاعي. كان جنب جامع السلطان حسن لأن ده بني السلطان حسن ابن الناصر ابن القلاوون سنة 1300 وحاجة ميلادية تقريبا. جنبيه منطقة فاضية كده فيها زاوية اسمها زاوية الرفاعي وجنبها زاوية اسمها زاوية سيدي يحيى الأنصاري وأماكن كده مختلفة. هي كانت بتحب سيدي الرفاعي ده دايما وتبعت له عطايا وحاجات كده. فقررت انها تشتري الاماكن اللي بجوار زاوية الرفاعي، كان فيها مسجد اسمه مسجد الزخيرة، واشترت الحاجات اللي حوالين الزاويتين من الاربع جهات. كان حتة اسمها حوش برد او حوش الحدادين، وكان في حمام برضو مجاور من الحمامات القديمة، وراحت شارية كل المنطقة دي وأمرت ببناء جامع الرفاعي، وأمرت بالاحتفاظ بزاوية سيدي علي أبي الشباك الرفاعي جوه الجامع، وأنه يتبني له ضريح جوه الجامع، واللي يروح الجامع هيلاقي ضريح سيدي علي أبي الشباك الرفاعي وضريح آخر لسيدي يحيى الأنصاري، وأن يكون الجامع مدافن لها ولمن يموت من ذريتها. وبدأ يتبني جامع الرفاعي. اتأخر صحيح البنى لأن هي توفت بعد ما اتنفى إسماعيل بحاجة بسيطة. إسماعيل مشي سنة 1879، هي ماتت حاجة و80، فتوقف البناء وجي كملوا الحقيقة عباس حلمي الثاني، وانتهى البناء منه 1907، يعني تقريبا استغرق 43 سنة. إنما هو أصلا التكلفة بتاعتها وأمر البنى بتاعها كان بنى جزء فيه وهي اتدفنت فيه، وابنها إسماعيل لما عاد من المنفى في صندوق دفن فيه، وكل العائلة دفنت فيه لغاية الملك فؤاد لغاية الملك فاروق لغاية إخواته وبناته كلهم مدفونين فيه. الجامع ده اتبنى على مساحة 1767 متر وتكلف 132,500 جنيه. خدوا بالكم الكلام ده امتى، انا بكلمكم على بداية من 1864 الى 1907. حاجة تانية مثلا في الزوجة التالتة للخديوي إسماعيل اللي هي جشم أفت، أفت يعني عفت. هذه السيدة لم تنجب. اللي فيكو يعرف السيدة زينب يعرف إن في مدرسة اسمها المدرسة الثانية هناك. المدرسة دي هي اللي بنيها جشم أفت هانم، وكانت أول مدرسة للبنات في تاريخ مصر الحديث، بتعلمهم اللغات العربي والإنجليزي، وكان فيها فرنساوي والتاريخ وجغرافيا وشوية علوم، والعلوم النسوية بقى التطريز والطبيخ والرسم وحاجة زي الديكور. يعني كانت سنوية، مدرسة بنات سنوية نسوية، وما زالت هذه المدرسة موجودة إلى الآن. هي دي المدرسة اللي صور فيها المخرج العظيم الراحل حسن الإمام البنات وهم بيخرجوا في المظاهرات بالحبرة سنة 19 وبيهتفوا مع الشباب لسعد والثورة. ده بس عشان نبقى فاهمين المسلسلات ماشية في سكة ايه والتاريخ الحقيقي شكله ايه. النهاردة عايز أكمل لكم على بعض من أعمال إسماعيل، مش كلها تتقال الحقيقة، أديتكم نبذة مختصرة المرة اللي فاتت الحلقة بتاعت امبارح. النهاردة هكلمكم على الجيش والفتوحات والجغرافيا اللي حصلت أيام إسماعيل. أولا الجيش المصري في السودان كان 30,000 مقاتل موزعين على المراكز كلها اللي سيطر عليها الخديوي إسماعيل. أنا بتكلم على عمران السودان فقط،
كانت موزعة على دنقلة، على حتة اسمها بربر والخرطوم وسنار والقضارف، وحدود القضارف على حدود الحبشة القضارف دي، وعلى كسلة وعلى أميديب وعلى سنهيت وسواكن وكردفان ودارفور وبحر الغزل وخط الاستواء ومصوع وهرر وزيلع وبربرة، كل الأماكن اللي اتفتحت واللي هقول لكم عليها بالتفصيل. الفتوحات دي حصلت ازاي؟ هو لو تفتكروا في عصر محمد علي وصلت حدود السودان شرقا للبحر الأحمر، ضمت إقليم كسلة ده على حدود إريتريا شرق نهر عدبرة، وصلت حدود مصر إلى في الحبشة إلى القضارف والقلبات اسمها، هتلاقوها في الخريطة كده جنوب شرق الخرطوم تحت، ودخلت سواكن ومصوع في نطاقها اللي هي تشوفوا على الخريطة، هتلاقوا سواكن ومصوع مواني على البحر الأحمر حاليا في إريتريا، كل دي كانت تبعنا، وبلغت طبعا الحملات جنوبا الى اقليم كردفان. ده كان ايام محمد علي. وانا قبل كده في الحلقات اللي انا كنت بعملها في 50 شاي حكيت لكم على ان اصلا كل دولة السودان دي الحقيقة هي من صنع محمد علي باشا. اصلا العاصمة اللي هي الخرطوم اللي حدد مكانها واللي نقى اسمها محمد علي، كانت شوية أكشاك بتاعة الصيادين اتعملت عاصمة واتعمل فيها مدارس وجناين ومساكن ومساجد ومصانع، واتعمل لها أسطول تجاري نهري، واتعمل فيها وحدات للجيش، ودخل بعد كده فيها وحدات من الجيش كانت موجودة. كل دي العاصمة والتنظيم الإداري كل ده حصل، واختار لها اسم الخرطوم لان هي على ملتقى النيل الابيض والازرق، فشكلها زي زلومة الفيل فسميت الخرطوم. دي بقى اللي انا قلت لكم عليها دي لغاية كردفان، ده كان حدود السودان ايام محمد علي. تعالوا بقى اسماعيل بقى وصل فين. مصر الاول فتحت مديرية فشودة، فشودة دي تحت الخرطوم كده بتاع 200 كيلو مثلا على بحر الغزال. فتحت مديرية فشودة مصر، ضمت محافظتي مصوع وسواكن نهائيا الى الاملاك، مش المواني بقى، يعني قولوا نص اريتريا الشمالي تقريبا كان تحت سلطة مصر. اتفتح اقليم خط الاستواء ومملكة اوغندا، وفتح اقليم بحر الغزال، ثم سلطنة دارفور، وامتدت سلطة مصر إلى سواحل البحر الأحمر لغاية بغاز باب المندب، وضمت محافظتي زيلع وبربرة وقعتين على خليج عدن الحالي الآن بعد بغاز باب المندب لتحت كمان، وبعدين سلطنة هرر الواقع جنوب شرق الحبش، ودخلت سواحل الصومال الشمالية على المحيط الهندي، ووصلت الحدود إلى الجنوب إلى بحيرة ألبرت في أوغندا وبحيرة فيكتوريا، وشرقا إلى البحر الأحمر وخليج عدن، وغربا إلى حدود وادي على خط حتة اسمها واداي على خط الاستواء، وامتلكت مصر منطقة البحيرات العظمى اللي هي بيجي منها فيضان النيل، وبسطت مصر حمايتها على مملكة أوغندا سنة 1874. الخديوي إسماعيل عين مدير لخط الاستواء واحد إنجليزي اسمه سامويل بيكر، وده كان من الناس بتوع الاكتشافات الجغرافية، وبعديه عين بعد فترته ما خلصت عين الكولونيل جوردون. طبعا الدفع بالاتنين الانجليز دول من بلاد الانجليز عشان يتعينوا ضمن يعني البعثات الاكتشافات الجغرافية اللي عملها اسماعيل كان له هدف. صوابع الانجليز مشيت مع الخديوي اسماعيل وهو بيفرد سيطرته على المنطقة دي، عشان كده بعد الاحتلال تيجي تقش وتاخد المنطقة كلها. المهم لما دخل الاحتلال الانجليزي استولى على ممتلكات مصر في اوغندا،
وذكر في أحد الكتب أن نفوذ مصر قد امتد إلى كل الأصقاع الأماكن يعني التي تحيط ببحيرة فيكتوريا، وأن الملك ميتسي ملك أوغندا كان يفتخر بتبعيته لسلطان مصر. إيه رأيكم في الكلام الحلو ده؟ أطلع فاصل وأرجع أكمل لكم الجغرافيا. لميس جابر على الراديو 90-90. رمضان في المحروسة مع لميس جابر. أثناء الاكتشافات الجغرافية اللي كانت بتتم مع البعثات أيام الخديوي إسماعيل، تم اكتشاف بحيرة جنب بحيرة فيكتوريا اسمها بحيرة كيوجا، وبعد اكتشافها الخديوي إسماعيل قرر أنه يسميها بحيرة إبراهيم لأنها لسه مكتشفة محدش يعرفها، فسماها بحيرة إبراهيم. لما دخل الاحتلال الإنجليزي راحوا راجعين شايلين اسم إبراهيم وحطوا لها اسم كيوجا الأولاني اللي هو أكيد متسمي على اسم قبيلة هناك أو حاجة. والحقيقة عشان تعرفوا دايما الغرب بصص لنا إزاي، واللي مش مؤمن بنظرية المؤامرة والنبي يصدق الكلام اللي بيتقال ده، الله يخليه. المؤامرات منذ أمد طويل جدا، من ساعة ما تأمروا على محمد علي وحرقوا له الأسطول و و و المفروض أي اكتشاف في الدنيا بيتسمى على اسم أول واحد عمله، دي مسألة بديهية. فليه طيب تغير اسم البحيرة وترجعها كيوجا تاني وهي أول ما تم اكتشافها اتسمت إبراهيم؟ آدي الغرب، ما فيش حاجة ما بتيجي من الغرب تسر القلب. تعالوا بقى على ما تم من عمران في السودان. قلتلكوا الجيش المصري كان في كل المناطق الخاصة بالسودان والحبشة وأوغندا. بدأ الأمن الداخلي كله في ربوع السودان والمناطق اللي اتفتحت، لدرجة أن الخواجات وصموا البيكر نفسه الرجل المكتشف ده قال أن الأوروبيين بيجوا يتمشوا في كل الطرق بتاعت السودان وكأنهم بيتمشوا في أوروبا من كتر انتشار الأمن. وسع مناطق زرع القطن ونشر آلات الري اللي هي السواقي والشواديف، وكلفته جامد جدا أيامها الخديوي إسماعيل. عمل معملين لحلق القطن في كسلة وفي الخرطوم، فتح أسواق لبيع محاصيل القطن، زرع الدخان في حتة اسمها القضارف، الحاجات من المناطق اللي فتحها يعني، وأنتج صنف لا يقل جودة عن دخان الأناضول اللي كان واخد شهرة عالمية أيامها. أنشأ حقول للتجارب الزراعية زي ما محمد علي كان عامل في قصر شبر، وكان إبراهيم باشا عامل في قصر الروضة. أنشأ حقول للتجارب الزراعية وزياء، وزاد عدد النخيل في السودان لدرجة في دنقلة بالذات لدرجة أن المحصول بتاع التمر بتاع السودان كان يرسل إلى أقاصي السودان حتى الحبشة وخط الاستواء. التعبيد الطرق بقى من الخرطوم اتعملت عشان المواصلات من الخرطوم للأبيض اللي هو عاصمة كردفان، وللفاشر اللي هي عاصمة دارفور، ومن الخرطوم لدنقلة، ومن الخرطوم لكسلة وللقضارف، وإلى إلى إلى بقيت المناطق كلها اتعمل لها طرق ممهدة. عمل مواصلات نيلية وشبه أسطول صغير تجاري، وصلح مجرى النيل في شلال اسمه شلال عبكة ده جنوب وادي حلف، ونسف الصخور اللي بتعوق الملاحة عشان المواصلات النيلية توصل وتعدي وادي حلفة وتوصل السودان ومنها إلى بقية المناطق. واللي عنده جد أو جدة كانوا زمان بيسافروا يقولك كنا نسافر ببابور البحر نروح السودان قبل السد العالي. صلح ترسانة الخرطوم اللي كان أنشأها محمد علي، بقى عمل ترسانة كان محمد علي في الخرطوم، وبلغت البواخر أن ليه 15 بخرة غير عدد من الذهبيات. الذهبية جماعة اللي هي المركب من الخشب أو من الحديد ويجرها قاطرة مائية صغيرة كده بالموتور،
يعني الذهبية نفسها عبارة عن لانش مفهوش موتور، بتتجرب تتقطر فيه 2-3 منهم قدام قوي في الأقصر، أشهرهم الذهبية اللي اسمها غزالة، اللي في 6 خواجية عملت بيها رحلة أيام الخديوي إسماعيل من بولاق إلى أبي سنبل في كتاب اسمه الألف ميل، رحلة الألف ميل. عمل فنار في ميناء باربرا على خليج عدن لهداية السفن، بنى مينا هناك على خليج عدن، بدأ يمد خطوط سكك حديدية، مد خط من وادي حلفة حوالي 60 كيلو متر، ومهد الطريق لإنشاء الكمالة بتاعته حوالي 50 متر، ولكنه توقف عام 1878 للارتباك المالي اللي حصل في الحكومة بسبب القروض والديون وتحالف الإنجليز والفرنسويين وبيوت المال اليهودية على إسماعيل. تعالوا نشوف المدارس. في السودان أنشأ مدارس، درس فيها خريجين مدارس الخرطوم، درس فيها خريجين مدارس الخرطوم اللي هم كان عباس الأول عشان يمشي العلية القوم المتعلمين في مصر، ودكاترة وأساتذة كتير كانوا في بعثات محمد علي كان منهم رفاعي الطهطاوي، قالك لا نعمل مدرسة في السودان، فراح عمل مدرسة الخرطوم دي، خرجت مدرسين، عمل لهم إسماعيل مدارس عشان يدرسوا فيه. فكان في مدرسة في البربر على خليج عدن، ومدرسة في مديرية خط الاستوى، ومستشفى ومسجد. عمل بريد هناك، وعمل تلغراف، وعمل بعثات جغرافية استكشافية استمرت كذا سنة. عدد الجيش زي ما قلت لكم في الأول كان وصل 30,000 في السودان، وكان في مصر حوالي 90,000، يعني تعداد الجيش المصري كان حوالي 120,000 مقاتل في الوقت اللي مصر كانت لا تزيد عن 5-6 مليون. تعالوا بقى نشوف المدارس الحربية اللي عملها الخديوي إسماعيل. أول حاجة عمل مدرسة المشاة سنة 1864 بعد ما تولى بسنة واحدة، وبعدين عمل مدرسة الفرسان سنة 1865 اللي هي السواري بيسموها، وبعدين عمل مدرسة المدفعية اللي هي الطبجية والهندسة الحربية. يعني إيه المدفعية والهندسة الحربية؟ الطلبة اللي كانوا بيخشوا الهندسة الحربية دي كانوا بينتخبوا من المهندس خانة، يعني كان يطلع من كلية هندسة يخش الهندسة الحربية، أو زي ما احنا بنقول دلوقتي سلاح المهندسين. وعمل مدرسة تانية اسمها مدرسة أركان حرب بالعباسية، برضو كان الطلبة بيختاروا ليها من نوابغ طلبة المدارس الحربية أو المهندس خان. عشان كده مدرسة المدفعية دي والهندسة الحربية ومدرسة أركان حرب اللي هي كانت في العباسية سنة 1865، المدرستين دول يعتبروا من أرقى المدارس العليا العسكرية اللي اتعملت في مصر. عمل مدرسة الخطرية اسمها لتخريج صف الضباط، عمل مدرسة صف الضباط سنة 74، عمل مدرسة الطب البيطري، وبعد كده أحيلت إلى إدارة السواري أو الفرسان، طبعا الطب البيطري عشان الحصنة الخيل يعني. عمل المدرسة الحربية المستجدة 1879 في السنة اللي عزل فيها، أنشأ هيئة أركان حرب الجيش، أول مرة تتعمل هيئة أركان حرب. صحيح ما خدش وقت عشان هيئة الأركان تبقى على صلة وطيدة بكل فروع الجيش، إنما وضع البذرة وتأسست هيئة أركان حرب الجيش. أنشأ فيها قسم الجغرافيا، مهمته وضع خرائط مع العلماء اللي عملوا الاكتشافات الجغرافية عشان يعملوا الرسوم والخرائط والطبوغرافيا يعني، وعمل بيها مطبعة عشان طبع الرسوم والخرائط والطرق والحاجات دي، عمل فيها مكتبة على أعلى مستوى ومتحف حربي جامد جدا، كل ده في هيئة أركان حرب. تعالوا نشوف عمل إيه تاني للجيش. عمل الصحافة الحربية، عمل جريدة أركان حرب الجيش المصري، وعمل جريدة اسمها الجريدة العسكرية المصرية، جدد مصانع حربية كتيرة جدا،
صناعه السلاح، صنع بنادق اسمها شاسبو. دي كانت بيقول لك ايه، البنادق الحديثه ذات الابر اللي هي فيها ابر ضرب النار. زمان البنادق كانت تتحشي، البارود تتحشي من الماسوره. دي بقى اول كانت بنادق تبقى بابره ضرب النار. رمم حصون اسكندريه، جدد الاسلحه والمدافع بتاعه حصون اسكندريه، جاب المدافع الضخمه اللي اسمها ارمسترونج وركبها في الطوابي القلاع اللي على الصغور كلها في اسكندريه ودمياط ورشيد والسويس. جدد المصانع الحربيه اللي انشاها محمد علي، عمل مصنع لصنع الاسلحه وصب المدافع والبنادق في طره، صلح معامل البارود. الملاحه كانت بعافيه شويه، كان في حوالي 18 او 20 سفينه، لان زي ما انتم عارفين في الاتفاقيه اللي حصل فيها حجر على الجيش ايام محمد علي منع من انه يبني اي سفن حربيه الا باذن من السلطان، ده في فرمانات 41، فما قدرش يجدد قوي في السفن الحربيه. عمل شركه ملاحه تجاريه سماها الشركه العزيزيه على اسم السلطان عبد العزيز. صلح مواني السويس واسكندريه، عمل حوض عائم لاصلاح السفن. احنا محمد علي عمل حوض ثابت لاصلاح السفن موجود، لو انتوا طالعين في طريق المكس هتلاقوا كوبري صغير قوي كده، وانتوا طالعين على طريق العجمي كوبري صغير قوي كده تحتيه تلاقي حته فاضيه عميقه جدا واصله على البحر. ده كان حوض السفن القديم اللي بعد المينا اللي عمله محمد علي. اسماعيل عمل حوض عائم لاصلاح السفن بالاسكندريه. كل ده 1868، انا بكلمكم في اول خمس سنوات تولاها اسماعيل فيها الحكم. 68 كان يدوب بقى خديوي، بقى له سنه، هو بقى خديوي 67. عمل حاجز الامواج اللي هو من طرف جزيره راس التين لغايه العجمي، حاجز امواج عشان النحر، لان اللي عمل السلسله في اسكندريه وفي رشيد محمد علي عشان نحر البحر. انشأ بداخل المينا رصيف شحن وتفريغ، كانت اول مره. ده عمله من ابتدى يعمله من 1871 خلص 79. شوفوا الفنارات بقى، عمل كام فنار. طبعا ايام محمد علي كان فيه كذا فنار، بس هو زود عليهم ايه، عمل في البحر الابيض فنار البرولوس ورشيد سنة 68، عمل دمياط وبورسعيد سنة 69، عمل فنار العجمي 73، عمل فنار حاجز للمينا سنة 76، عمل فنار الأباري في اسكندرية 77، عمل فنار رأس التين صلحه، وده كان من أيام محمد علي. طيب في البحر الأحمر عمل إيه؟ كان في من أيام محمد علي كان في فنار اسمه فنار زنوبيا والزعفران جنوب السويس، وفنار الأشرفي وأبي كيزان، هو زود عليهم فنار السويس، راس الغريب، جزيرة شدوان، فنار صخور الأخوين اسمه، فنار الوجه على مواني الحجاز، عمل فنار على مواني الحجاز، وعمل فنار بربرة في خليج عدن. طيب تعالوا على المدارس العالية، عمل مدرسة الري والعمارة اللي هي المهندس خانة، عمل مدرسة الحقوق، عمل مدرسة دار العلوم اللي بتخرج أساتذة اللغة العربية اللي درسوا ابتدائي وثانوي، ده كل ده الشغل بتاع علي مبارك الحقيقة. عمل مدارس البنات اللي هي المدرسة السيوفية اللي هي أنشأتها زي ما قلت لكم السيدة جشم أفت هانم ثالث زوجة، عملتها سنة 73، كان فيها 200 تلميذة، سنة 1874 أصبحوا 400 تلميذة، وفيهم تلميذة جوزها لأحد أبنائه هبقول لكم عليها المرة الجاية. عمل مدرسة الفنون والصنايع، عمل معامل الفنون والصنايع، دي بقى زي المدارس الفنية دلوقتي، عمل فيها بقى تخصصات ايه، تركيب آلات وحدادة ومسابك وخراطة ونجارة وقدور القزانات، الأزانات الكبيرة بتاعت الجيش وبتاعت وقدر الفول والحاجات دي.
عمل فيها قسم للتلغراف والنقاشين، عمل فيها قسم لعمليات المرور، دي حاجة غريبة، عمل مدارس المساحة والمحاسبة، عمل مدرسة اللسان المصري القديم اللي هو تعليم اللغة الهيروغليفية، ودي اللي اتخرج منها أحمد باشا كمال اللي هو أحد مكتشفي خبيئة القرنة اللي عمل عليها شادي عبد السلام فيلم الموميا، عمل مدرسة رسم، مدرسة زراعة، عمل مدرسة العميان والخرس للبنين والبنات، عمل مدرسة تجهيزية بالعباسية اللي هي بقت اسمها المدرسة الخدوية دلوقتي موجودة إلى اليوم، عمل المبتديان اللي هي الابتدائي، عمل راس التين في اسكندرية، عمل في طنطا وأسيوط وبني سويف والمنيا والغربية والجمالية و و و و بتاع حوالي 25 مدرسة ابتدائي. هو اللي بدع الحفلات المدرسية بتاعت نهاية العام، وهو اللي عمل مدارس الأقباط الأرثوذكس، وهو اللي عمل المدارس اللغات الأوروبية المسيحية اللي هي الجيزويت والفرنسيسكان والحاجات البعثات التبشيرية المعروفة. دي نبذة صغيرة يا جماعة عن بس دور الخديوي إسماعيل في حدود مصر كانت أيامه على أي شكل، وعلى كمية المدارس والعمران اللي عمله في طوال مدة حكمه اللي هي 16 سنة فقط. بكرة بقى الحلقة اللي جاية هكلمكم على مواضيعنا القديمة على رمضان والأعياد والمواسم أيام زمان. إلى اللقاء، ونتقابل بكرة على كل خير إن شاء الله. بلغنا يا مستمعين إننا عندنا لقاء يومي مع الدكتورة لميس جابر على الراديو 90-90، ورمضان في المحروسة كل يوم. كل يوم في رمضان وانتم طيبين.